إلى تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إن أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة حماس أنها قصفت مستوطنات عسقلان وكيسفوم، وذلك مع انتهاء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة. وفي بيان تبنت سرايا القدس إطلاق 3 صواريخ، وقالت إنه في إطار عملية البنيان المرصوص، قصفت سرايا القدس عسقلان ب3 صواريخ من نوع جراد، كما أعلنت قصف مجمع أشكول ب5 صواريخ. وموقع ناحل أهوز العسكري شرق مدينة غزة، ودوت سفرات الإنذار في عسقلان والنقب الغربي وعدة مستوطنات صهيونية أخرى. هذا وعادت الغارات الصهيونية لتصنع مجددا يومية سكان قطاع غزة، إن قصف سلاح جو الكيان الصهيوني عدة مناطق بغزة، وإلى ذلك غادر ألف الغزويين منازلهم خوفا من غارات انتقامية صهيونية. هذا وتوعدت حركة المقاومة الإسلامية حماس باستئناف القتال صباح يوم الجمعة مع انطلاق الهدنة المتفق عليها لمدة 72 ساعة، ما لم توافق إسرائيل على المطالب الفلسطينية. إلى ذلك أعلن جيش الكيان الصهيوني أن المقاومة الفلسطينية دكت مدن الكيان الصهيوني بعض صواريخ في الدقائق الأولى التي أعقبت هدنة 72 ساعة. إلى ذلك كان مراسلنا في قطاع غزة تحدث في نشرة سابقة عن مغادرة الغزاويين لمساكنهم عقب تجدد الغارات الصهيونية التي أوقعت قبل قليل أول شهيد بعد الهدنة في قصف على مسجد بحي الشيخ رضوان بقطاع غزة. جديد منذ قرابة الساعة أو الساعة والنصف من الآن عاد القصف يعني الإسرائيلي، وهو متصاعد يعني منذ قرابة الساعة والنصف، متصاعد حتى اللحظة. القصف المدفعي عاد يعني بعد 3 أيام من الهدنة التي أقدمت يعني 3 أيام بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال. القصف الإسرائيلي تمركز في الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة مستهدفا أراضي زراعية، كذلك طائرات F-16 تقوم بقصف يعني العديد من الأراضي الزراعية خاصة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ولم يبلغ يعني حتى اللحظة عن إصابات نتيجة هذا القصف الإسرائيلي. هذا القصف أتى كما قلنا بعد انتهاء يعني 3 أيام من التهدئة أو الهدنة التي أعلنت من في القاهرة نتيجة يعني الاجتماعات الدائرة هناك. طبعا الفلسطينيين نتيجة هذا القصف منذ صباح هذا اليوم خرجوا من البيوت يعني مضطرين نتيجة يعني القصف العنيف كما حصل نتيجة العدوان الإسرائيلي، اضطروا للخروج من منازلهم والجلوس والذهاب إلى مناطق أكثر أمنا وتحديدا في المدارس. جميع يعني الفلسطينيين هنا يترقبون هذه الأحداث وأعينهم على أيضا المباحثات الجارية في الجمهورية المصرية، بالرغم من يعني فشل هذه المباحثات كما أعلن مساء أمس، لكن حركة حماس قالت أنه يعني بالرغم من رفض إسرائيلي لكن المباحثات لا زالت جارية مع الجانب المصري لتلبية شروط المقاومة الفلسطينية على الأرض. المقاومة الفلسطينية منذ انتهاء يعني هذه التهدئة صبيحة هذا اليوم الساعة 8 الفلسطيني، قامت يعني المقاومة الفلسطينية بقصف العديد من البلدات الإسرائيلية بالصواريخ الفلسطينية، كذلك البلدات المحيطة بقطاع غزة يعني تم قصفها من المقاومة الفلسطينية، وتحديدا سرايا القدس الجناح المسلح لحركة حماس أعلن عن القصف صبيحة هذا اليوم. وهناك يعني العديد من فصائل المقاومة الفلسطينية قامت بقصف العديد من البلدات الإسرائيلية حتى تلبية شروط المقاومة الفلسطينية برفع الحصار وفتح المعابر ويعني إنشاء ميناء ومطار لقطاع غزة.